البيوغرافي ديال اليوم او الحلقه الاولى من هذه السلسله ديال البيوغرافي او السير الذاتيه هو واحد الجوكر مغربي وهو الجنرال دو كور دارمي حسني بن سليمان، خادم من خدام الوطن واللي خدم مع ثلاثة ديال الملوك الراحل محمد الخامس والراحل الحسن الثاني وملك البلاد الحالي محمد السادس. اختاريت الجنرال بن سليمان لأن سميتو كاينة وغتبقى محفورة في التاريخ المغربي الحديث. إذن على بركة الله، وما تنساوش توركوا على جميع البطونات، وفي إطار تشهير بالقنوات اللي عندها محتوى جميل كنقدم لكم القناة ديال حكايات رضا كيدير خدمة نقية، وكان انفيتيكم باش تشاركوا معاه وتدعموه. حسني بن سليمان تزاد 15 ديسمبر 1935 في مدينة جديدة من عائلة مغربية عريقة. با كان سميتو عبد الكريم بن سليمان، خو الفاطمي بن سليمان اللي كان الباشا ديال فاس في الوقت ديال الحماية الفرنسية. سي بن سليمان هو ولد هبة الخطيب، خت دكتور الخطيب اللي كان زعيم من زعماء المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للمغرب ومؤسس ديال حزب العدالة والتنمية الإسلامي. ونزيدكم الجنرال هو الخال ديال اسماعيل العلوي اللي كان الأمين العام ديال حزب التقدم والاشتراكية الشيوعي. وحسني بن سليمان أيضا عنده واحد ولد عمه محمد بن سليمان الحفيد ديال الفاطمي اللي كان الباشا ديال فاس. هاد محمد كان ولد توفيق بن سليمان وللا بدرة بنت مولاي الحسن اللي كان صديق ديال الملك الراحل محمد الخامس. وهاد مولاي الحسن كان تزوج بالأميرة للا زينب اللي هي الأخت ديال البرنس مولاي هشام أو البرنس غوج. وحتى وزير الداخلية السابق دريس البصري كان مزوج من العائلة ديال حصار، وبالضبط سعد حصار اللي كان نوفو ديال الجنرال واللي كان بحال اللي نقولوا الرجل الثاني في وزارة الداخلية. ونزيدكم واحد من الخالات ديالو كانت مزوجة بمحمد بوستا اللي كان كادر من الكوادر ديال حزب الاستقلال المحافظ، وحده من بناته مزوجة بحسن المراني ولد محمد كريم المراني اللي كان رئيس الوزراء في الحكومات التكنوقراطية ديال الراحل الحسن الثاني. سمحوا لي ولكن كان خصني نعطيكم هاد لي ديتاي ديال لافامي ديالو باش تفهموا علاش هاد الشخص نجح في حياته العائلية والمهنية. لان تخيلوا معايا الاخوان، فاش كيكون شي تجمع عائلي في الاعياد والافراح كيفاش هاد الناس كانوا كيتبادلوا اطراف الحديث؟ شي عنده افكار اسلاميه، شي افكار تقدميه يساريه، وشي افكار وطنيه، وشي رجل اعمال ناجح في حياته. والجنرال حسني بن سليمان وسط منهم كيبني سميه كبيره للعائله ديالو، اذا على جميع الاصعده. ودابا اجيو نتعرفوا على هذا السيد من الجانب ديالو المهني، وكيفاش بنى المنظومه الامنيه ديال البلاد تحت القياده ديال الملك الراحل الحسن الثاني والملك الحالي محمد السادس. الجنرال بحال اللي قلت تزاد في مدينه جديده ولكن قرا في كازا، ومشى كمل قرايته سنه 1956 في واحد الدفعه مغربيه، واللي خدا تدريب عسكري من المدرسه العسكريه العريقه ديال سان سير في فرنسا، واللي كان اسسها نابليون بونابارت سنه 1802، وتخرج منها برتبه ملازم، وكانت لا بروموسيون ديالو سميتها على السميه ديال الملك الراحل محمد الخامس. وبحال اللي نقولوا من تما بدات لا كارير ديالو الامنيه. المهم فاش غادي يرجع للمغرب سنه 1957 غيلتحق بصفوف الجيش وبالضبط في القوات المسلحه الملكيه، واكتسب خبره وغيترقى رتبه نقيب من بعد، وغيبقى كيترقى بشويه بشويه حتى 1965 فاش غيتعين قائد لوحدات التدخل السريع. وفي نفس الوقت غيدوز يعني في اختبارات حراسه المرمى يعني في الرياضه، وبالضبط غادي يلعب فريق الجيش الملكي لكره القدم، حيت هو كان طويل وصحيح وكان خطير فاش كيوقف في الحراسه يعني غيولي هو الحارس الرئيسي لفريق الجيش الملكي او ليفار، وهذا الشيء بطبيعه الحال الى جانب المهام ديالو الامنيه. وغادي يربح عده القاب مع الفريق، ومنهم كاس العرش عام 1959 والبطوله ديال الدوزيام ديفيزيون وكاس السوبر المغربي في نفس العام. وفي 1960 غادي يربح مع الفريق ديالو البطوله ديال القسم الاول وكاس السوبر. وفي 1994 غادي يتعين رئيس للجنه
المؤقتة المسيرة للجامعة الملكية لكرة القدم، وغادي تنتخب سنة 1996 كرئيس للجامعة الملكية لكرة القدم، واللي غادي يبقى رئيس ديالها حتى لسنة 2009. أجيو دابا ندخلو في لاكارير ديالو الأمنية. في 1965 حسني بن سليمان غيتعين بحال اللي قلت قائد للقوات المساعدة، وغيبقى في المنصب ديالو تل 1967 فاش غيترقى الرتبة كولونيل أو عقيد، وغيتعين نائب مدير العام للأمن الوطني حتى غيترقى من بعد العامل ديال قنيطرة مكناس وطنجة. وبين قوسين في الظروف كان الجنرال حسني بن سليمان والجنرال عبد العزيز بناني والجنرال بوشعيب عروب والجنرال عبد الحق القادري، هادو بحال اللي نقولوا قادري هو المدير العام ديال المخابرات الخارجيه، هادو بحال اللي نقولوا اربعه كانوا هما الاعمده ديال الامن المغربي، وكانوا كيسميوهم بالمربع الذهبي حيت هادو ساهموا بشكل كبير في استقرار المغرب والحفاظ على الامن، واللي نالوا الثقه ديال المرحوم الحسن الثاني وملك البلاد محمد السادس نصره الله وايده. كما سمعتوا الجنرال حسني بن سليمان بدا لاكارير ديالو في البوليس والقوات المساعده، وغادي تعين يعني بدا مع البوليس وخدم الوطن باخلاص، وكان انسان كوريكت في التعامل ديالو لا مع لي سوبيريور ديالو ولا مع لي كوليك ديالو، وكل شيء كيعاود عليه غير الخير، وكان كيطبق داك المقوله ديال سيرفيس سيرفيس كامراد ابري، يعني ما كاين غير السيريو في الخدمه. 1971 في انقلاب الصخيرات غادي يدير واحد لو جيست اللي غادي يغير من المسار ديالو المهني كما كتعرفوا، ومازال نعاود لكم المونتيف ديال انقلاب الصخيرات اللي داروا داك المعتوه ديال عبابو. السي بن سليمان كان عامل في مدينه طنجه، وفاش هجموا دوك الانقلابيين على القصر ديال الصخيرات كانوا استولوا حتى على المقر ديال الاذاعه الوطنيه في الرباط، وبداو كينشروا بالله راه الانقلاب نجح وبالله غادي يعلنوا على قيام الجمهوريه في المغرب بدعم داك المعتوه ديال عبد الناصر وداك البسيكوبات ديال القذافي. ولكن الجنرال بن سليمان واللي معروف عليه الاخلاص والامانه مشى بيدو المقر اذاعه طنجه، وبدا كيدوي في الراديو وكيدعي الناس باش يبقاو اوفياء للعرش المغربي وما يزلقوش مع دوك الانقلابيين. وطبيعه الحال كانت واحد المجازفه من عنده، لان لا قدر الله لا قدر الله وكان نجح داك الانقلاب كانوا غادي يعدموه وغادي يصفيوها ليه، يعني دوك الطفيليات ديال هرم امه. المهم مور هذا الحدث المرحوم الحسن الثاني غادي يزيد يثيق في السي بن سليمان، وغادي يعينو قائد للدرك الملكي حتى غادي يخرج تقاعد سنة 2017 وكان في عمره 82 عام في 2017، ودار واحد الريستركتوراسيون شاملة لهذا الجهاز، وجاب له الخبرة البوليسية يعني اللي كانت ديجا عنده لانه هو ديجا خدم في البوليس باش السيناريو ديال الصخيرات ما يتعاودش. وباي ذا واي الاخوان راه الدرك الملكي راه عنده موارد كبيره لانه كيحمي الامن ديال البلاد التراب الوطني كامل من طنجه للقويره، واللي كما كتعرفوا المساحه ديال البلاد كبيره، فكاين فيه الجهاز اللي كيراقب الطرقات، الدرك الحربي اللي كاين في لي سانتور في الصحراء المغربيه وكيراقب التحركات ديال البوليزيرو، والدرك الاقليمي والدرك المتنقل والدرك البحري والجوي وليطا ماجور كما كتعرفوا كاين في الرباط العاصمه. حسني بن سليمان كان من الاولويات ديالو هو الحفاظ على الامن والعرش المغربي، ومن خلال المنصب والخبره ديالو شرف على قضايا كبار دازو في البلاد، اصغرهم كانت داك القضيه ديال الحاج ثابت واللي دويت عليها قبل يعني في حلقه في واحد الحلقه قبل، واللي التحقيق فيها كان تحت الاشراف الشخصي ديالو، واللي حسب صحيفة تلكيل الناطقة باللغة الفرنسية قالت في واحد المقال باللي حسني بن سليمان كان مقرب من المرحوم الحسن الثاني، ولكن ما كانش كيراقب الملك محمد السادس اللي كان برنس إغيتي في ذاك الوقت، عكس ذاك المعتوه ديال دريس البصري اللي كان شكام وكان كيدخل في شي حوايج لا تعنيه، يعني ما كانش كيدخل في سوق راسه. هنا غادي نعاود لكم واحد الحادثة كانت وقعت في سيدي قاسم اللي تجبد فيها السلاح في مباراة كرة القدم. كانت واحد المباراة بين فريق ديال سيدي قاسم والدفاع الحسني الجديدي، ومن الصدف هذاك الحسن الدليمي اللي كان مرأس الفريق ديال سيدي قاسم واللي كان الأب ديال الجنرال الدليمي واللي غندوي عليه في حلقات من بعد، واللي كان رئيس على الدفاع الحسني الجديدي هو عبد الكريم بن سليمان خو الجنرال حسني بن سليمان، يعني كان صراع الجبابرة في مباراة كرة القدم بحال اللي نقدروا نقولوا. المهم
الباط ديال دليمي كان معروف، ديما كيحتج على الحكام، وكان بحال نقولوا هو الكابوس ديال الحكام، وبالخصوص دوك الحكام اللي كانوا في السلك ديال الشرطة، يعني اللي كانوا تحت يد ولده الجنرال دليمي، لان كان هو المدير ديال الامن الوطني في ذاك الوقت. وبزاف ديال الحكام كانوا كيتفاداو يحكموا يعني في شي مقابلة فيها سيدي قاسم بسبب ذاك الحسن الدليمي. المهم الفرقة ديال سيدي قاسم كانت مهددة باش تطيح للدوزيام ديفيزيون، وعلى حسب ما يقال حتى الحكم كان مضغوط عليه وكان كيحكم لصالح سيدي قاسم، بينالتيات كوفرات باش يغلبوا، ولكن واخا هكاك ما غلبوش وبقاو في القسم الوطني الثاني. ولكن الدفاع الحسني الجديدي هما اللي فاش كانوا لاعبين معاهم هما اللي ربحوا، وعبد الكريم بن سليمان كان بحال نقولوا مأطر الفريق مزيان، وهنا الدفاع الحسني الجديدي غادي يغلبوا. وفاش تسالت المقابله باط دليمي الحسن تعصب مزيان، وغيبدا يسب في عبد الكريم بن سليمان وغيضربو وغتنوض قرباله حتى بين اللعابه، يعني اللعابه غيتدخلوا بيناتهم السلاح تضرب في السماء. ولكن تما غيتصل باط دليمي بولدو الجنرال دليمي، وغيجيو البوليس وخداو اللعابه باش يديروا لهم محضر، يعني اللعابه ديال الدفاع الحسني الجديدي، لان باط تهمهم بالله هما اللي هجموا عليه. ولكن شنو غادي يوقع؟ هي داز غير واحد الشويه ديال الوقت، جات فرقه ديال الدرك الملكي للتدخل السريع بامر من الجنرال حسني بن سليمان، وخرجوا دوك اللعابه بقوه السلاح من الملعب، وبقاو مع الفريق كامل حتى خرجوهم وفاتوا المجال الحضري ديال سيدي قاسم. يعني هنا البوليس ما يقدر يدير والو، وهاد القصه الاخوان غادي يعرفوها غير الراسخين في التاريخ ديال البطوله الوطنيه والتاريخ ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي. وما ننساوش باللي حسني بن سليمان والى جانب المهام ديالو في الجامعه الملكيه لكره القدم، كان في نفس الوقت هو الرئيس اللجنه الاولمبيه الوطنيه المغربيه، لان فاش كان في فرنسا كان حصل على الميداليه الفضيه في القفز الطولي سنه 1957. ومن هذا الشيء غادي نعرفوا بلي السيد ماشي عادي، راه قدوه حديديه، وفين ما نزلتيه كيبدع وكينجح، وفحال اللي وصفته واحد الصحيفه اسبانيه باللي هو من اهم الركائز الأمنية والعسكرية في المغرب، حيت كيجسد قوة الدرك الملكي المغربي وسلطة الدولة خارج نطاق المدن الكبار، وكيتولى الأمن بشكل مباشر على جميع أنحاء التراب الوطني، وكيراقب الطرق وحركة السير والدوريات اللي كتحرس من الداخل المدن والقرى. وما نساوش باللي الجنرال حسني بن سليمان راه تكرم حتى في إسبانيا سنة 2005 بوسام الصليب الأكبر ديال ايزابيلا الكاثوليكيه، وفي 2004 في المغرب صاحب الجلاله الملك محمد السادس غادي يعطيه وسام العرش من درجه ضابط كبير، واللي ما كيتعطاش الاخوان لاي واحد. في 2007 واحد القاضي الفرنسي باتريك غامويل سيطلو الريح في الراس، بلغ السلطات البريطانيه بوجود الجنرال حسني بن سليمان على الاراضي ديالها، وطلب منهم باش يسلموه لفرنسا باش يحققوا معاه في القضيه ديال الاغتيال ديال داك الخائن ديال مهدي بن بركه. وبريطانيا ردت عليه باللي بصح السي بن سليمان كان في لندن مع الوفد الاولمبي المغربي، لكنه غادر هذه 3 ايام ورجع في حاله للمغرب. وهذا القاضي براسو مزبلها في فرنسا كما كتشوفوا هذا المقال في الصحيفه ديال لو موند. وبحال اللي كنقولوا حنايا، اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجاره. وهذه القضيه تسدات في 2009 لعدم توفر الادله بطبيعه الحال، لان السي بن سليمان كان قائد القوات المساعده في ذاك الوقت، وما عنده حتى علاقه في القضيه ديال بن بركه لا من قريب ولا من بعيد، عكس المقبور ديال اوفقير والدليمي اللي كانوا متورطين ديريكتومون في الاغتيال ديالو. وهذا الشيء راه دويت عليه في الحلقه ديال بن بركه. دابا نجيو ل 20 فيفري 2011، الجنرال بن سليمان خدم مزيان في المظاهرات، يعني وكان واحد التناسق كبير بين قوى الامن، يعني لا البوليس ولا الجدارميه، بحيث ما وقعوش اشتباكات عنيفه على عكس اللي وقع في تونس ومصر، حتى اعلن الملك محمد السادس دستور جديد للبلاد، وطلع موراها بن كيران كرئيس للحكومه. وفي اكتوبر 2016 غادي يبدا الحراك ديال الريف، والسي بن سليمان غادي يخدم فيه كما العاده، يعني بلاتي هي احسن باش ما يوقعوش مشاكل ويعني وصراع بين السلطه والشعب. وحتى 2017 فاش غادي ياخذ التقاعد ديالو عن سن ديال 82 عام، والحمد لله راه مازال عايش، والله يخليه لوليداتو ولعائلته، والله يخليه الوطن،
ونتمنى نشوفه إن شاء الله لما لا مذكرات دياله في القريب إن شاء الله. سي بن سليمان راه شارك في حرب الرمال، شارك في عدة حروب وعدة يعني معارك مغربية، واحد الإنسان متمرس وعنده خبرة واسعة في الأمن، والمغرب استفد منه بزاف وكنشكره من هذا المنبر. دونك هذه كانت هي البيوغرافي ديال الجنرال دو كور دارمي حسني بن سليمان، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وأضرب لكم موعدا في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.